السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مكة المكرمة تحديدا من فندق الزيتون نحييكم، حيث قام فني مصنع كريتيفال للألمنيوم بتركيب الواجهات الزجاجية ستراكشر جليزنج لهذا المبنى. طبعا من ضمن الواجهات الزجاجية هناك غلف ثابتة وأخرى متحركة. عادة في الفنادق الغرف المتحركة التي تفتح إلى الخارج يتم تركيب الأقفال الخاصة بها مع يد ديماونتبل أو قابلة للفك، فهذه اليد يتم استخدامها لجميع الغرف، يعني ممكن للدور الواحد يتم تسليم الفندق يد واحد لكل دور، بحيث عمال الصيانة يقوموا بفتح الغرف للتهوية ويتم رفع هذه الهاندل أو المقبض الخاص بهذه الغرف، بحيث لا يستطيع الأطفال فتح الغرف القابلة للفتح projected out، وهذا حفاظا على سلامة الأطفال. ويمكن استخدام هذه المقابض أو الأقفال للفلل أيضا لأصحاب الفلل الذين لديهم أطفال صغار، يمكن استخدام المقابض الديماونتبل أو القابلة للفتح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.